在我店里面呢，你在买什么？你在买多少钱吧？还是怎样？哎，我也觉得很有趣。啊，我们的我也不知道，他把一个什么不是的，什么的，我们的是买什么？لو اتكلمت تاني نفسين كنت كمان انتوا ثلاثة كل راكب معايا كل راكب معايا طبعا ما حدش يصدق في العالم كله ان انا بقول للناس بس عندها 70 سنة بس انا بفضل كده بجد لو حد شافه الناس مش تانية خالص حاجات غريبة جدا والله بس مش هقول اكتر من كده كل راكب معايا في مجموعة أدوية كده اسمها بروستاجلاندين اسمها إيه؟ خليني أقول لك كلمتين برضه، الأدوية بتاعتنا دي مش بتاعتنا أصلاً زي الأمكسلين كده. البروستاجلاندين دي بتاخدها فين؟ هو بص ده إيه؟ هو إيه؟ وفي أنواع منه مختلفة. الناس بتوع الجلوكوما بياخدوا عضلات بروستاجلاندين مشهورة جداً كلها اسمها دلوقتي. موجودة ومشهورة وكل حاجة. علشان إيه؟ تعمل فازو دايلاتيشن مش عارف تزود الريدش بتاع بتاع الايكوس هيومن في الضغط الشهي والكلام ده كله. يقول لك ايه اوبن انجل ولا كلوز انجل والكلام بتاع زمان ده طبعا لازم تكون اوبن عشان هو يعمل ديلاتيشن عشان يعمل درينج شويه كلام كده. المهم انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. هم لاحظوا الاتي برضه زي هناك كده اللي بياخد من سيدي الاورا لاحظ ان هو ايه؟ بيجيله هايبر تريكوز قالوا نستخدمه. لاحظوا الناس دول بيحصل لهم حاجتين ممكن الناس تركز معايا هي قطر بتتحط في العين صبح وليل لو مجان مش عارفين هنقول كلام كتير جدا دلوقتي لقوا ان الناس دول بيحصل لهم حاجتين الرموش بتاعت الايه؟ العينين بتاعتهم بتطول كبيره كده هايبر تريكوزس بس في الهايلاشز بتحصل مع مين؟ وبعدين بص لو بيحصل لهم بيجمنتيشن حوالين ايه؟ يعني لهم تسمار كده زي الغرب يعني بص يا شباب الناس دول بتوع كانت الاي اش طب ما دي حلوه دي الهرمون بتطول وبدل ما نعمل حاجات وما اعرفش ايه خلاص ماشي بس الاستمرار ده حاجه ايه؟ وحشه الراجل اللي هي قالت ايه؟ بيستغل الحاجتين مش هو بيطول الهرموش فاحد علاجات الالوبيشيا دلوقتي قال لك هات وحط على الجلد وحط في الودان وحط في اي حته عشان يطلع الشعر زي ما هنفهم دلوقتي طب موضوع البيجمنتيشن ده وحش صح؟ لا ده احنا بنستخدمه في البيتين عارف البيتين ده؟ احنا بنجيب بروتا جنب برضه ونحط على البيتين. هل فاهم اللي انا بقوله ده؟ يبقى هم خدوا الدواء ده خدوا التو سايد افكت وراحوا مطلعين منه ايه؟ البيتيشن البيتين البيتيشن عندنا. خد معايا البيتين وده كان من ضمن الاركات الجديده بتاعت البيتين اللي هو مين؟ بروتا جنب. اللي هياخد الوبيشيا دلوقتي يلاقي دايما كده في المحاضرات وبتاع بروتا جنب بروتا جنب يمكن الفكره في الاول تعال نشوف بقى القصه بتاعت الموضوع ده الدواء ده هو في دوائين عندنا في دواء مشهور جدا مكتوب عندك كده اسمه بيماتو ايه بروست وطبعا لو حد مثقف جدا 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 بروست دي جايه من بروست جلاند وفي واحد تاني تحت كده مكتوب برده في الميكانيزم اوف اكشن اسمه لاتانو بروست اسمه ايه فممكن الناس تركز معايا كده الله يرضى عليك يبقى انا عندي ها بيماتو بروست ها محمد بروست سيد بروست اي حاجه في الاخر بروست بروست طيب اول معلومه نعرفها الاثنين دول تبع كاتيجوري هنبدا بالكيمياء صح تبع كاتيجوري من يا جماعه ناس تساعدني بقى تبع كاتيجوري من البروستاجلاندين اسمها بروستاجلاندين اف 2 الفا او الفا 2 ماشي مشهوره جدا اف 2 اي الفا يعني هي نوع معين من انواع البروستاجلاندين اصلا بتستخدم في ايه زي ما انت كاتب كده للجلوكوما الكلام اللي بالبولد على فكره الناس الجداد خدوا بالكم في كلام بالبولد عينك يروح عليه على طول لقوا ان الناس دول بيشتكوا من حاجتين ان الاي لاش بتكبر هايبر تريكوزس فقالوا ما نستخدمه احنا فين في الالوبيشيا حلو كده ده قصته كده ايه الداينامكس هو بيعمل ايه اهو بيماتو بروست بيزود الاي لاش لينس يا جماعه افهمني انت لو حطيته في العين هيزود الاي لاش حطيته مثلا على الجلد يزود الشعر فاهم؟ يعني قصدي حسب المكان اللي احنا ايه؟ موضوع الاي لاش ليه؟ ان هو بدا اصلا هو بيستخدم في العين فهمت اللعبه دي؟ هم دلوقتي بيستخدموه في اي حته الوبيشيا تلاقي الوبيشيا لازم في العين كده بيتنقل لهم بروستاجلاندين مثلا معايا الناس؟ طيب ده كلام لطيف جدا ليه؟ بس لقوا حاجه ثانيه ان هو كمان بيزود الميلانين بيزود ايه؟ الميلانين عشان كده يعمل ايه؟ وعشان كده احنا واخدينها ديت وقلنا نعالج بايه؟ بالبيتيلو
طب بيعمل كده ازاي؟ الميكانيزم اوف اكشن بيعمل ثلاث حاجات، بيزود الانجين فيز، وبيزود الانجين فوليكل سايز، وبيزود الديرمال بابيلا. ايه ده؟ كل ده عمال يحسن ايه؟ ايش الفوليكل، وبالتالي يحسن ايه؟ الشعر. وبالنسبه للبيجمنتيشن بيستيميليت الميلانين ايه؟ سينسيتيز الميلانوسايت. حلو كده؟ طيب تعالى نشوف الفورميوليشن. بص يا شباب انا عايز الناس تركز معايا، افهم حاجه كده في السوق كده. عايز اقول حاجه، كل ده كده بص، الادويه دي في منها الشكل بتاع الرمل اللي هي قطر عليه كانت مرميه في الصيدليات، الناس الغلابه العربيين كده واقف يجيبوها عشان ايه الجلوكوما ويشوفوا. حلو، فاكر اساميها بقى لونجان، في حاجات كده طلعت دلوقتي انا مش عارف اقول الاسماء يعني، خلاص نقف دي بقى ماسكين الموضوع ده. الباس القطرة دي حلوة جدا، احنا هنجيبها نعمل بيها ايه؟ حاجتين، الالوبيشيا والكلام ده، ونعمل بيها كمان ايه؟ الهيبوتيكيشن والكلام ده. بعدين قال لك بص قلت ايه؟ بلا الالوبيشيا ولا بتاع، خلينا نركز في حاجات البيتوات كده. احنا هنعمل دواء كده كعلمة كده شيك كده اسمها لابيس، اسمها ايه؟ شايفينها؟ وعليها بقى عيون كده وربوش وحاجات، ونجيب معاها ابليكيتور كده ونسوقها على انها بس بتعمل ايه؟ والموضوع يتحول لحاجه بس ايه؟ كوزموتيك بس كده، ما عندكش حاجه، ما عندكش الوبيشيا، ما عندكش بهاء، مش بتموت، مش بتتشنك، مش شايف، لا عادي خالص. ويقول لك الرياضه دي بقى $70,000 مش عارف ايه، وانبسط بقى. رهاب موتوا في الفلوس بتوع البدايه دول. خدوا الدواء اللي هو عارف ب 3 4 جنيه ولا ما اعرفش ايه، وبعدين غنوه على مين بقى هناك؟ فانا قصدي ايه؟ انت اخيرا في السوق بقى ازاي؟ تروح تدور على اضرار ايه؟ العادية، ما تجيبش حاجة اللي هي ايه؟ عليها البيت دي ومعجون وموش وحاجات زي كده، اسمها لاتيز دي. ما علينا، ده موجود ده ايه؟ ماتو بروستو في ايه؟ لاتانو بروستو. المهم خد بالك، هو ابروفد مين؟ الاف دي ايه خد ابروف في 2008 لمين بس؟ ها؟ ايلاش بس على فكره. طب احنا اوف ليبل، شوف لو حد شاطر بقى قال لك لا ده احنا عايزين نوسع الموضوع بقى. اي حاجه لو مش ينفع صح؟ لو مش يعني ده ماشي. اي حاجه ومش كده وبس، او اي هايبرمنتيشن عشان الموضوع ايه؟ بس كل الكلام ده ماله؟ ها؟ مين الابروفد بس؟ دكتور هو لازم يمشي عليه على طول برضه؟ اه هنقول على حسب انت عايزه ايه؟ هنقول دلوقتي حاجه. طيب هما بقى بيستخدموه ازاي؟ بص يا شباب ممكن انت تساعدني شويه؟ لو هي اي الوبيشيا هنا ولا هايبوبيجمنتيشن في اي حته، ادهن مرتين في اليوم وخلاص. ودلوقتي بقى في بقى قصص كتيره جدا في الريسيرش، يقول لك ايه؟ طب ما نعمل تراكشن وندخله كده، طب ما نعمل مايكرو اي حاجه يعني مش مهم كده. انا قصدي الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بتاع الابروف اللي هو مين؟ الاي لاش ليها شويه بريكوشن شويه. ليه؟ لان انت خايف برضه يعمل لك ايه؟ يقلل ضغط العين هنا. ايه رايك؟ مش هو اصلا ركز معايا، انا لما احط على رجلي مش هيعمل حاجه، مفيش ضغط عين هنا صح؟ مفيش ضغط عين، مفيش ضغط عين كفايه، لكن هو لما تستخدمه عشان ما تجيبوش هم عاملينه بطريقه معينه، في شويه بريكوشن كده تحفظها صح. اولا الدواء بيجي بعلبه كده، ممكن نقفل شويه نسمع الكلمتين دول بس، ومعاه ابلكيتور كده فرشه صنطوطه كده زي ما انتم شايفين في الصوره كده. شايفين في الصوره يقول لك ايه؟ احنا بنستخدمه مره واحده في اليوم، مره ايه؟ ونستخدمه بالليل. بالليل دي تحسبا لايه؟ لو حاجه حصلت اديك نايم يعني، عاوز مثلا ضغط عينك قل شويه، زغللت شويه، مش تبقى انت في الامتحان مثلا يقول لك والله انا اعمل في الامتحان كده، مش هتشوف يعني. انت لما تبقى قبل ما تنام ابقى اعمل، هتنام بتاع مش مشكله. بص بص يقول لك ايه؟ في بقى غلطه كبيره جدا عايزين نقولها الله يرضى عليك. احنا مش بنعمل كده ونحطه في عينين. ده ايه ده؟ ده بتاع الرمد يا عين الغلابه دول. انت مش عايز تعمل كده اصلا. فبيعمل ايه؟ شوف الرسمه بقى. انت بالليل عينك ويا مغمضه كده. مغمضه ازاي؟ يقول لك احنا بنعمل، ما انت بتعمل حاجه كده بس كده. وتروح جايب الابليكيتور، تجيب الابليكيتور وتحط نقطة واحدة بس مش تفتح الدنيا صح؟ وبعدين تعمل ايه؟ على ايه؟ على المارجن بتاع الابر ايلد. في ناس بتعمل كده.
زي الهايلايت زي الفلاش. هو معاه الفرشه بتاعته الطبيه، فرشه المسكره دي مليانه بقى كده بس فرشه المطبخ ولا لا خلاص. فهو معاها قبل كده يا جماعه، بس الناس اللي مش عارفه تلعب عشان بص نحط قطره صباحا ومساء، ده بتاع الرمد انت الكيس، لكن انت مش كده مش هتنط ونعمل على الايليد مارجن. انت عارف انا عايز ايه؟ بس مش عايز يخش جوه العين خالص، عايزه بس يشتغل على الروت سيت بتاع الايلاشز عشان يعمل ستيميوليشن. ولا بس تيجي تقول لك ايه؟ هيعمل ايه ساعتها؟ ان شاء الله. فهو بس دي الطريقه. خلاص؟ ما طبعا ما هيمتص شويه، بس انا قلت فهمت الفكره؟ يبقى انا مش قادره كده وارجع لورا ايوه كمان قادره. لا مفيش الكلام ده، هو كده. في شويه بريكوشن مهمه بقى. قال لك اصل العميل بتاع الحاجات دي يقول لك خد بالك. رقم اثنين، اولا لازم الوش يبقى نضيف خالص، مفيش ميك اب او حاجه ولا حاطه هي بقى هايلايتر وفايلايتر وهايلايتر. ليه؟ الحاجات دي كلها ممكن تعمل رياكشن مع الماده دي او تخش العين، فيعني بعد اذنك بالليل بالليل كنت بقى غسلت كل حاجه ورميت كل حاجه صح، الرموش والاظافر الصناعيه والاصابع الصناعيه والعيون الصناعيه والاطراف الصناعيه يعني كل حاجه تمام. وبعدين بص يقول لك ايه كمان، ركز معايا ركز معايا، لو في كونتاكت لينس لازم ايه نشيل. وبعدين يقول لك ايه بقى، خلي الابليكيتور كده هوريزونتال زي ما انتم شايفين في الصوره كده، وحط عليه نقطه واسحب كده على ايه على ال على الاريا ماشي الميديت اللي مش عارف ايه، وابدا من جوه لبره من جوه لبره كده، اسحب من جوه لبره. اني اكزيست اني اكزيست، تجيب كده منديل وتروح ايه مسحه، ما تديش فرصه للاكزيست ده ان ينزل على جلدك او يخش في العين. بعدين الابليكيتور افتر وان يوستر مي عشان الانفكشن وكده ماشي. الولد انا هخليه وبدي له اصحابي وبتاع ماشي. ريبيت فور ذا اوبوزيت ايليد مارجن، واحد ابليكيتور جديد تمام. ودونت ابلاي تو اللور ايليد او انتو الاي، مش بنحط في اللور ايليد لان الستات اصلا ما يهمهاش ان ده يكبر ولا حاجه، وكمان اللي تحت الخوف اصلا هتعمله ده ممكن يخش اكتر في مين في العين. الغلطه بقى اوعى تحطه في العين دايركت، ده الباكج كده بتاعت مين؟ طبعا احنا ايه ده استخدام الوركوز موتيف كده. انت بقى لو الوفيشيا اي نوع هتحط دايركت على مين؟ ولا يهمك بقى عندك هايبو بيجمنتيشن او بتريكو خاص ايه؟ وده هو الكلام ده مش مكتوب، بس دلوقتي تلاقي فيه رسائل كتير جدا وماستر وستر ايه؟ طب مين ونحطه؟ طب نعمل فراكشنال ونحطه؟ طب نحطه مع مش عارف الزايبر مثلا عشان يعني فاهمين؟ حد فاهم حاجه؟ اسمه الموضوع ده لاترو بروست او بيماتو بروست. ايه بقى السايد افكت بتاعته؟ شويه اريتيشن في العين، هايبرينيا، هايبر بيجمنتيشن فين ها؟ الناس تفهمني، الهايبر بيجمنتيشن في حالات الجلوكوما او في حالات الاي لاش تعتبر سايد افكت، اما لو انا بستخدمه كهايبو يبقى ده انديكيشن او اكشن مطلوب. ديكريز الانتراوكيولار بريشر طبعا، بس طبعا انت خد بالك لو احنا التزمنا بالكلام اللي قالوه ده ان انا من بره وكميه صغيره وامسح الزياده وما احطش في العين، الموضوع هيبقى مقبول. يعني هو في البريجننس كاتيجوري سي يعني ممكن ايه تستخدم. حد فاهم حاجه؟ دول دوايين مشهورين جدا مالهم يزودوا الكافه. طبعا في كلام كتير جدا بقى، انا ماليش دعوه بالكلام التاني اللي هو الاوكتيفول، انا فاكر الاثنين اللي هم ايه؟ ماشي اللي هم ابروف، واحد ابروف في الجي جي ايه والثاني ابروف في الاي اس بس. بس احنا طبعا مش بنكتفي كده، بنفتح مجالات كتير جدا في الشغل. طيب يلا بقى ناخد عيله ثانيه، عيله بقى منيله ب 60 ميلا بصراحه يعني. ونفسي الناس تركز معايا ونبطل كلام. شو بدل مو نبطل كلام الناس تتكلم. طب يلا نتكلم شويه. بص.